أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني. اليوم الفيديو عن حشوات المعمول، وأنا رح أقدم 4 حشوات للمعمول: الجوز. الجوز لما بيجي لما بشتريه أنا بحطه بمصفاية وبنزله بالماء وبرفعه يتصفى 10 دقايق، بعدين بفرده على قماشة ناشفة قدام مروحة بمكان مهوى لحتى يرجع ينشف. هالطريقة بتخليني اتخلص من كل الأتربة والغبار، لأنه الجوز بيتخزن بأماكن مغبرة وفيها أتربة، وكمان رح يفرق اللون، رح تلاحظوا اللون كيف بيفرق وبيكشف، والطعم الطعم بيختلف كتير بعد الغسيل، وبتضل حشوة المعمول رطبة. الفستق ما بنزله بمصفاية وبمي، إنما ببلل قماشة مطبخ وبفرد الفستق عليها بعد ما بنقيه من أي شوائب أو أي قشر، وبعدين بمسحه بهالقماشة، بتخلص من كل التراب وكل الغبرة، وبيصير لونه هيك زاهي وفاقع، بيختلف كتير قبل هالعملية وبعدها، وبهالطريقة بيترطب الفستق وأبدا الحشوة ما بتنشف ولا بتعظم معي بقلب المعمول مهما طالت مدة تخزينه. هلأ بنبدأ منطبق الحشوات. أنا هون عندي 1/4 كيلو فستق وربع كيلو جوز، يعني 250 جرام فستق 250 جرام جوز، مفروم إما بالسكين فرم خشن أو بمحضرة الطعام فرم خشن مو ناعم. بدي حط لكل 250 جرام معلقة كبيرة أكل سمنة، للفستق معلقة كبيرة وللجوز معلقة كبيرة، وممكن نحط هون سمن عربي بيطلع طعمه كتير طيب. وبدي حط ماء زهر أو ماء ورد اختياري، إما ماء زهر أو ماء ورد أو خليط منهم هنين الاثنين. وطبعا لحتى تشبك الحشوة بدي استعمل القطر، والأفضل والأحسن استعمل قطر عيار سميك، يعني 3 أكواب سكر مع كوب ماء مع ربع معلقة صغيرة ملح الليمون، بغليه على النار وبخليه ليبرد تماما، وبحتفظ بهالقطر. بنستعمله بكتير انواع حلويات، لكن لما بيكون القطر بهالعيار رح اضمن حشوة المعمول ابدا ما تنشف وابدا ما تعظم. لل 250 جرام من الفستق بدي 3 أو 4 ملاعق كبيرة من القطر لحتى تشبك معي، وشوية ماء زهر، ما بكتر ماء زهر، خاصة إذا كانت نكهته خفيفة وكترت رح يصير عندي سائل بقلب الحشوة، وبالتالي رح تفتح حبة المعمول داخل الفرن. بدي أخلط الحشوة كتير منيح بإيدي، هالعملية بتخلي الفستق يفتح لونه ويشرب السمنة وتظهر ريحة ونكهة الماء زهر والماء الورد بشكل أكبر بهالعملية. بضل بفرك الحشوة بإيدي لحتى تتجانس، ونفس الشيء الجوز راح ضف له القطر والسمنة وماء الزهر، وبإيدي كمان بدي أخلط الحشوة لحتى تتشابك مع بعضها، وخلي الحشوتين يرتاحوا بالبراد شي ربع ساعة نص ساعة يتماسكوا ويصيروا أسهل بالتشكيل وتتجانس النكهات مع بعضها. الحشوة الثالثة هي مربى قشر البردقان أو النارنج، بتلاقوا الوصفة بأعلى الشاشة، وكمان رح تلاقوها بصندوق الوصف. منصفي المربى كتير منيح من القطر، وبعدين بفرد المربى على صحن،
داخل البراد عدة ساعات لحتى ينشف تماما، لأنه ما بدي يكون بحشوة المربى أي سائل وأي قطر حتى ما تفتح حبة المعمول داخل الفرن. وهيك صاروا الحشوات الثلاثة جاهزين، حشوة الجوز وحشوة الفستق وحشوة المربى. ممكن أنا أعملهم بهالشكل كرات مشان يصير أسهل عملية التشكيل وأسرع، وممكن خليهم بدون تجميع. رح تشوفوا الطريقتين هلأ بالفيديو. حشوة التمر، عندي هون نص كيلو تمر منزوع النوى بدون بذر، حطيت له أنا معلقتين كبار سمنة ومعلقتين كبار قطر من نفس القطر اللي هستعمله بكل الوصفة. القطر رح تلاقوا عياراته بصندوق الوصف، وعجنتهم كتير منيح. طبعا بالبداية التمر إما بطحنه بمحضرة الطعام أو بماكينة الكبة أو بفرمه كتير ناعم على إيدي حتى ينعجن تمام ويصير سهل التشكيل. صارت الحشوات جاهزة، العجينة أنا نزلتها بفيديو لحاله، راح تشوفوا كل مقاديرها. عجينة كتير سهلة وكتير كتير طيبة. بالنسبة للقوالب البلاستيكية أو الخشبية، الأفضل إنه ما أثناء التشكيل ما رش القالب بأي مادة، إن كان طحين أو سمنة أو زيت. أفضل طريقة حتى ما تلزق العجينة بالقالب وخاصة القوالب البلاستيكية هي إني استعمل قماشة رقيقة أو كلسات رقيقة، بحيث ما أضطر أبدا إني رش هالقالب بطحين أو سمنة أو زيت وغير من مكونات عجينة المعمول. لأنه أي شيء بستعمله إن كان طحين أو زيت أو سمنة رح يغير لي من قوام العجينة وتختلف معي أثناء الشوي بالفرن. أما استخدام قماشة رقيقة من الشيفون أو الفوال رح يخلي عملية التشكيل بالقالب سهلة كتير وما تلزق أبدا بالقالب. العجينة كتير طيبة وكتير سهلة، ولاحظوا أثناء التشكيل أبدا ما بتشقق ولا بتلزق بالإيد. هون استعملت أنا الكرات، كرة الحشوة بشكل كرة، وفورا بحطها بالقالب. وممكن اللي ما بده يعمل الحشوة بشكل كرة عادي بالمعلقة، ممكن نعبي قرص المعمول مثل ما منعبي قرص الكبة تماما بالمعلقة. شوفوا العجينة قدي ظريفة وما بتشقق معنا أبدا، بتلاقوها فوق على الشاشة وكمان بصندوق الوصف. هلا بدنا نحكي نقطة مهمة أحبائي، الصواني الألمنيوم هي أحسن الصواني بالنسبة للخبز لأنه توزيع الحرارة فيها بيكون ممتاز. وننتبه كتير لما بنستعمل صواني الستينلس، ما بتاخد وقت أبدا. الصواني الغامقة بتاخد وقت قليل، كمان ننتبه لهالنقطة، ما بتاخد وقت كتير بالفرن، فبنضل مراقبين الفرن لأنه ممكن تلدع أو تحترق بسرعة الصواني الغامقة، فننتبه لهالنقطة، نقطة مهمة جدا. هلأ بس تجهز صواني المعمول تماما، بدي شعل الفرن على درجة 180 ويكون شعلته قبل بربع ساعة. لازم الصواني تدخل على فرن ساخن جدا. صواني المعمول ما بتدخل مباشرة على الفرن، إنما كل صينية لازم ترتاح بالبراد من 10 إلى 15 دقيقة، ترتاح العجينة وتتماسك. بهالطريقة بضمن عدم تشقق المعمول، إنما بحافظ على الرسمة بشكل تمام.
بالنسبة للفرن، إما منشعل الفرن من فوق أولاً وبس ياخد لون ذهبي منطفي ومنشعل من تحت، أو منشعل الفرن من تحت أولاً ومنطفي وبعدين منشعل من فوق، أو منشعل الفرن من فوق ومن تحت دقايق أول ما بياخد لون منشيل الصينية من الفرن مباشرة، لأنه الصينية سخنة ورح تستمر بالنضج، فننتبه لها النقطة. العجينة كتير طيبة، رح تلاقوا رابط العجينة بصندوق الوصف. الحشوة كتير رطبة، ومهما طال زمن تخزين المعمول ولا يمكن هالحشوة انه تعظم او يتغير طعمه، لانه حطينا قطر سميك ولانه رطبنا الفستق والجوز قبل بوقت. حشوة مربى قشر البردقان حشوة كتير طيبة ومميزة وبتلبق لعجينة المعمول، وممكن نستعمل النارنج كمان نعمل منه مربى. الوصفة رح تلاقوها بصندوق الوصف. العجينة ممتازة وسهلة وطعمها مثل طعم المعمول اللي منشتريه من أفخم المحلات بالشام. جربوها رح تحبوها كتير، وبشوفكن بالفيديو الجاي.